خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم لحدث أثري مهم، وهو الكشف عن مجموعة من الحلي الذهبي بتل العمارنة بالمنيا. الاكتشاف ده قامت به البعثة الأثرية المصرية الإنجليزية التابعة لجامعة كامبريدج. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الكشف وأهميته من الأستاذ جمال السمستاوي مدير عام أثار مصر الوسطى. صباح الخير على حضرتك يا فندم، لو يعني تضعنا في تفاصيل هذا الكشف الأثري. وألف مبروك لمصر كلها. ألف مبروك لحضرتك، اتفضل. صباح الخير. الله يخليك يا فندم. تحت أمرك. عايزين نعرف تفاصيل هذا الكشف الاثري الجديد. طبعا عندنا الباس الانجليزيه تل عملنا طبعا بتاريخها مشهوره ومعروفه العظيم، لانها كانت عاصمه لمصر في عصر الدوله الحديثه في عهد اخناتون. نعم. الاسره 18 وهي من اهم المناطق الاثريه على مستوى جمهوريه مصر العربيه. وطبعا عندي الباس الانجليزيه التابعه لجامعه كامبريدج بتعمل هناك منذ 1978. يعني بتقوم بعمل عظيم بإعادة ترميم المعابد المبنية بالطوب اللبن والمنازل. في جبانة في الموجودة في المنطقة، يعني طبعا معروف ان حضرتك قصدك انه بجانب الكشف في حالة تطوير بتحدث وترميم للآثار. تمام يا فندم. في البعثة بتشتغل في الجبانة الشمالية للعامة للبسطاء من الشعب، لأن طبعا احنا عارفين أخناتون جمع أسرته وجمع كبار الحاشية والعامة من الشعب في داخل العاصمة بتاعته اللي هي في تل عمارنة. ففي جبانة الشمالية والجبانة الجنوبية. هم بيشتغلوا في الجبانة الشمالية من 2018 فعثروا على كذا دفنة من أحد الدفنات تم الوصول على حلة اللي هم بعد 3 خواتم ويقوم. معلش استاذن حضرتك يعني الصوت يكون اوضح شويه لان احنا مش سامعين حضرتك استاذ جمال. معاك يا فندم. اتفضل، حضرتك كنت بتتكلم عن تفاصيل الكشف الاثري، اتفضل. تمام. فتم الكشف طبعا جاهز ان شاء الله نجله للمتحف المصري بالتحليل. نعم. احنا عايزين نعرف التفاصيل عشان الصوت ما كانش واضح، معلش استاذ جمال. نعم يا فندم. تفاصيل الكشف الاثري عشان الصوت ما كانش واضح. طبعا هم شغالين في الجبانه، في جبانه اللي هي الجبانه العامه اللي هي البسطاء من الشعب. داخل تل عمارنة. نعم. طيب. في اثناء العمل في احدى الدفنات طبعا العثور على كذا دفنه، في احدى الدفنات تم العثور على العليب. نعم. استاذ جمال نستاذن حضرتك لو نقف في منطقه فيها شبكه افضل شويه عشان نعرف نسمع حضرتك كويس، وعاوزين نعرف مجموعه الحلي المصنعه من الذهب دي عباره عن كام قطعه واهميتها الاثريه وايضا الاهميه التاريخيه. وثلاث قطع عقد كامل، عقد كامل. نعم. من الذهب. أهميتهم التاريخية إيه؟ أهميتها إن ده بتدل على حالة إن بيدي إن يعني أهمية إن نهزل وإن هذا العهد كان عهد استقرار ولمصر في هذه الفترة في الأسرة 18 بعدها أخناتون. نعم. طبعًا ده في جبانة البسطاء، فدليل كده إن في رفاهية واستقرار في العاصمه دي في العصر 18 عصر الدوله الحديثه في الاسره 18. نعم. بعد اخناتون يعني. ودي بتبشر لوجود مجموعه اخرى من الاكتشافات؟ ان شاء الله باذن الله احنا شايلين على طول، وطبعا احنا برضو بصدد تعاون مجلس الاعلى للاثار مع الجهات المعنيه بصدد ضم تل عمارنة على قائمه التواصل العالمي ان شاء الله قريب باذن الله. نعم. أستاذ جمال السمستاوي مدير عام آثار مصر الوسطى، بنشكر حضرتك فندم لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر.